جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: توفيت صديقة لنا في الكلية وقد تكلمنا فيها قبل وفاتها ولم نتحلل منها، ونحن الآن في حيرة وفي ندم، فقد استغفرنا الله عن هذا الذنب ولكن نخاف أن لا يقبل الله منا، فما الحل في نظركم فضيلة الشيخ صالح؟ لا شك أن هذا خطأ وأنه خطيئة، لأنه من الغيبة المحرمة. وما دامت المرأة التي تكلمتن بها قد ماتت، إنه لم يبقى إلا الدعاء لها، عليكن الدعاء لها والاستغفار لها والثناء عليها، أيضا الثناء عليها في المجالس التي رتبتن هذه المرأة فيها، لعل الله أن يكفر ذلك. نعم.